اليوم يعني تم غرس ألف وأكثر من 1800 شجرة. كما تلاحظوا اليوم كل محظور من كل السلطات المدنية والعسكرية والمجتمع المدني وبعض المؤسسات الاقتصادية إضافة إلى بعض المديريات. اليوم يعني كما كم تلاحظوا العملية مستمرة، وهذه العملية تبدأ من 25 أكتوبر إلى 21 مارس يعني من كل سنة. هذه العملية يعني تتم على كامل 12 بلدية على مستوى ولاية قسنطينة.